السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، كيداير لاباس عليكم؟ هانين بخير، مبروك العواشر وطريق السلامة للجميع. الله يوصلكم بخير وعلى خير، وكاع الناس اللي شادة الطريق. أنكم شفتوا هذا القرار المفاجئ اللي صدر البارح، وكنتمنى يعني طريق السلامة للجميع، كاع الناس اللي شادة الطريق لأنها باغا تعيد مع الأهل ديالها والأحباب ديالها. كاين اللي كيكون خدام في شي بلاصة ويعني من العام لعام وكتكون عطلة عندو فهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، مبروك العواشر، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة. طريق السلامة للجميع، كاع الناس اللي شادين الطريق الله يوصلكم بخير وعلى خير، إن شاء الله توصلوا عند وليداتكم بخير وعلى خير. كاع الناس اللي باغيين يمشيو يعيدوا مع الأهل ديالهم الأحباب ديالهم مع والديهم مع وليداتهم، الله يوصلكم بخير وعلى خير. المهم اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحاجة شريتها، واحد اللعيبة شريتها. هذه بعد ما شفت صديقة ديالتي جميلة أم عثمان ديال قناة همة والشام، كانت دارت هذا الفيديو. هذا كان الزوج ديالها الله يحفظه له ويحفظ لها جميع العائلة الصغيرة والكبيرة ديالها. هذا يعني باش كيشوطوا الراس، يعني شي حاجة اللي هي بسيطة والنتيجة ديالتها رائعة وعجبني بزاف. ومع بحكم التواصل بيني وبين الأخت جميلة كنت سولتها منين خداتو إلى آخره، ويعني هضرات لي عليه بزاف وتحمست لانني بغيت نشري، واخا انا ما كنشوفش راس ولكن يمكن هذا العام غادي نشوطو ان شاء الله. هذا الشاليمو، هذا الشاليمو شي حاجه اللي هي بسيطه، يعني الا شفتو ما غاديش تعرفوا علاش كيليق، تقدروا تليق ما انا ماش نعرفو. لو كان ما وريتوش الاخت جميله في القناه ديالها انا ما غاديش نعرفو اصلا علاش كيليق ولاش نسميتو ولا ابدا. المهم البارح كنت خارجه حتى كنتفاجئ بالناس كيسولوا عليه هنا بحال دابا في مراكش. في مراكش يعني كيكونوا حاطين الناس تقول لك يبيعوا لوازم ديال اي حاجه كتخص في اليد، من الملحه من الفخر من المجامر الطواجن من العلف ديال الكباش من المهم كل شيء كيتواجد عندهم. انا لقيته عندهم البارح بالصدفه، انا كنت ديزا ما عطيتش بيت، المهم بغيت نتقدى شي حويجه من عندهم، حتى كنتفاجئ بان الناس كيسولوا عليه. وسولت واحد السيده قالت لي فعلا نيت كانت خداته وعجبهم بزاف، قالت لك تقريبا الدرب كله شوط في هذا الشاليمو هذا. قلت لهم ايه راه انا فراسي وراه شفت واحد الصديقه ديالتي راه عندها الى اخره، وشرحت لي كيفاش وقالت لي ها فين كيتباع، وقالت لي يقدر يكون حتى عند دروغري يقدر يكون عندهم. المهم ها هو شريته، وراه رخيص بزاف يعني ما غاليش، ما بين 20 و 25 درهم، كاين اللي كيقول لي 20 درهم كاين اللي كيقول لي 25 درهم، ولكن هو الثمن ديالو راه 20 درهم ياك. يعني ها هو هذا كيخدم بالبوطة اما الصغيره ولا الكبيره، هادشي ديالو قال لي غادي دار اما الطوندور ياك ديال البوطة الكبيره ولا البوطة الصغيره، داك الراس اللي كيدار البوطة الصغيره غير وي دير ديك الحلقه اللي كتكون هنايا باش ما يتنفس له شي حاجه صافي، وكيتشعل فيه العافيه. لان يعني ما نقدرش نجربو تي يكون ولدي ولا سميتو، ما نقدرش انا نجربو بوحدي، انا واخا هكاك راه خوافه. تيو عادي ديال البوطه ها هو، قالك هو ديري لي هنايا ديك الحلقه اللي كنديرو البوطه كدار بدرهم، داك الخاتم كدار غندير وحده هنايا وحده فاش غادي نديرو في هنا في البوطه ياك، وهنا يعني غادي نطلق البوطه وغادي ندير وكتشعل العافيه كتخرج العافيه من هنايا، كما كتخرج العافيه من هنا التقيبيله كتبان لكم كما كما كتشوفوا صافي. قال لك يتشوط الراس، دابا راه ما عنديش الراس راه باقي العيد باقي العيد ما كاين، حتى نهار العيد ان شاء الله ونقدر ندير لكم فيديو عليه يعني فاش كيتشوط الراس. ولا دخلوا عند اخت جميله همه والشال، دخلوا عندها صافي قال لك يتشوط. وشكروه ليا الناس، شكروه ليا بزاف، وشكروه ليا تادو اللي كيبيعو قال لك تيجيبو
واخا كيجيبوا كميه كثيره كتباع لهم يعني مشي، حيت دابا واخا كيديروا الدراري ديك العافيه والى اخره ما تيشوطوش مزيان، كيشوطوش كيكملوا فوق البوطه. يقدروا يقولوا هادشي ماشي صحي، ولكن راه كاين الناس، بعض الناس اللي ما عندهمش اتساع فين يشعلوا الفخر ولا هذا، راه كيشوطوا الراس فوق البوطه الصغيره. منهم انا كنت كنديرها، فاش كيجيبوا لي ما مشوطش مزيان راه كنكملوا فوق البوطه الصغيره. المهم هانتوما يعني ها الى بان لكم عندك اللي كيبيعوا لوازم ديال هادشي اللي كل ما كيخص عيد الاضحى، تبقى كما كتشوفوا كما قلت لكم انا واخا كاع نشوفوا ما نعرفوش، واخا كاع نشوفوا ما نعرفوش. كل ما كانت الاخت جميله اللي وراتو والناس اللي البارح اللي هضروا عليه بزاف وكيسولوا عليه بزاف. اذا نتمنى انكم تنتوما تشريوه، لان هذا العام مع هذا الحجر ما عرفتش غادي يكونوا الدراري كيشوطوا الريوس ولا ما يكونوش، الله اعلم. هاد التقيبه هي التقيبه، غير ما زعمتش ندير دابا البوطه، ما قدرتش انا في الحقيقه ما قدرتش، قال لي كتخرج العافيه من هنايا. اذا نتمنى ان الاعجاب ديالكم، نتمنى هاد بعض المشتريات ديالي يعني عجبتكم هاد اللعيبه هادي و الشاليمو. يلا سيروا قلبوا عليه، راه موجود، الناس اللي في مراكش راه موجود، وحتى في كازا راه قالت لي الاخت جميله راه موجود. سيروا عندوك الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال العيد الكبير، هادشي ديال كل ما كيخص العيد الكبير. ها كيكون دابا الشوارع كلهم عامرين، حنا بعدا في مراكش راه حاطين تقريبا شي سمانه هادي باش حاطين، وموجودين موجودين موجودين بكثره. الثمن ديالو راه ما كي يعني عايز يقول لكم 25 درهم خذوه ب 20 درهم راه نحاس. اذا تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف، واللي عجبو هاد الفيديو ما ينساناش من بارطاج من لايك، بارطاجيو غير باش تعمل فائده الناس اللي ما عرفوش ولقاوه ولا شافوه كيتباع يعرفوا علاش كيليق. حنا كاين شي حاجه كنلقاوها مثلا كتباع بعدو باش ما كنسولوش عليها، ما كنسولوش علاش كتليق هادي، ولا كنقولوا شي حاجه ما عرفتش انا. هذا الشاليمو. يلا مع السلامة وشكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، وتبارك الله عليكم.